أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل أرسل بهذه الورقة ويقول إنها تسمى بطاقة الشفاء الموجودة في أسماء الله الحسنى، ويقول فيها إن اسم الله النافع يعالج من العظام، واسم الله رحمه الرؤوف يعالج من آلام الركبة. هذا كتبنا عليه في دار الإفتاء، كتبنا عليه فتوى في رده ونقله ورد عليه، وهي موجودة في دار الإفتاء، أحب يروح ياخذ منها الفتوى.